وسائل التواصل الاجتماعي آلات فيها نفع كبير ويمكن أن ينتفع بها. اليوم يمكن أن تتابع الدروس من المدينة وأنت في الإمارات، الشيخ يلقي الدرس في المسجد النبوي وأنت ماسك هاتفك تستمع للدرس، فكم من خير موجود. والمشايخ السلفيون اليوم بحمد الله لهم دروس كثيرة موجودة في هذه الوسائل، فينبغي أن نرشد استعمال هذه الوسائل. كيف نرشد استعمال هذه الوسائل؟ أولاً أن نجعلها في الأمور المفيدة، الدروس والمقاطع والمفيدة، ولا بأس من شيء من الترفيه المباح. ثانياً أن نحذر أي ما حذر من التساهل، راقب ما يستعمله أبناؤك ولكن بحكمة. الآن الأطفال في السن العاشرة والثانية عشر ومعهم جهاز يأتيه دعوة لإضافة فلان وفلان من المشاهير، وقد يكونون من دعاة السوء، والولد ما يعرف، مسكين، يقبل يقبل يقبل، وتأتيه المقاطع تأتيه المقاطع، والأب غافل يقول لا الحمد لله ولدي عندي في البيت ما يذهب، وهم يعلمونه في البيت. وهؤلاء الدواعش اليوم يستعملون هذه الوسائل في غسل أدمغة أبنائنا. حتى ما يسمى اللعب أونلاين مباشرة هذا يدخلون على الأبناء ويلقون عليهم شبههم صغار ويكذبون على ولاة الأمر ويضخمون الأخطاء، فيجب أن نحذر من هذه النقطة. انظر من هو مضاف مع ابنك وأزل من يعرف بالسوء ولو كان مشهورا ولو كانوا يتابعوا 30 مليون. فلا بد من هذا، وهذا واجب ترشيدها في الوقت. الآن الأطفال معهم هذه الأجهزة طوال الوقت، وللأسف عم الأسرة كلها، الأب معه والأم. أحد الإخوة يقول أصبحنا نتحدث مع بعضنا في البيت بهذه الرسائل. المرأة تنادي ولدها من الغرفة برسالة، والولد يرد على أمه برسالة، والزوج يحدثها برسالة. شغلتنا، وقد قرأت في بعض الأبحاث أن الاشتغال بها من أسباب كثرة التوحد في هذه السنوات، لأن الطفل لا يزال يمسك هذا الهاتف وهو من سنة وسنتين ويشتغل به حتى ينغلق على نفسه فيقع في داء التوحد. فالواجب يا إخوة أن نجعل لذلك وقتا، لا مانع، اجعل عندك صندوق في الوقت الفلاني تأخذ الهواتف هذه من أبنائك وتضعها في هذا الصندوق، ولكنك لن تستطيع أن تمنعهم بالكلية. ولذلك اجعل لهم وقتا، قل لهم أنا وأنتم من الساعة كذا إلى الساعة كذا، رشد الوقت، فإن هذا من الواجب. الوسائل التواصل ليست شرا محضا ولا خيرا محضا، والعاقل من ينتفع ويتجنب الضرر، وهذا أمر لا بد أن نتنبه له. ولا سيما أؤكد يا إخوة على قضية أن أصحاب الفكر المنحرف اليوم يستغلون هذه الوسائل في إيصال هذا الفكر إلى أبنائنا، والله أعلم.